العلاقات السامة ممكن الأشخاص دي تبقى موجودة حواليا، صح، وممكن يبقوا مقربين، حقيقة ممكن يبقى الزوج، الأخت، الأب، الأم، الخطيبة، ممكن. كله أي حد. إزاي أنا أقدر أتعامل مع الشخصيات السامة رغم إن هم قريبين مني؟ يعني أنا مش هقدر إن أنا أبعد عنهم، أعمل إيه؟ الأجانب علمونا set your boundaries، يعني حط لنفسك حدود. هذه الحدود يندرج تحتها جملة. طب يعني عايزه اقف هنا، احنا ليه دايما بنقول الاجانب بيعلمونا؟ يعني ليه ما بنقولش ان العرب بيعلمونا؟ يعني هقولك أنا عقدة هقولها، الخواجه لا مش مثلا. لا أنا بتكلم من منطلق أنا اتعلمت من الأجانب، بس انا ما انا اي ديد نوت ديج ديب، انا ما غصتش في الحته دي في العالم العربي او في التراث العربي او في المعلومات العلوم العربيه. هل احنا عندنا تقصير في الجزئية دي كعرب؟ غالبا غالبا فقال لك ارسم نفسك حدود. الجمله دي انا دورت عليها، لا ضرر ولا ضرار، لا تضرني ولا اضرك. لما الاقي نفسي ان انا بتضر لازم اقف واعيد تقييم اللي بيحصل حواليا. الضر عشان مين؟ انا قلت في اول كلام ان سلامي النفسي غالي جدا جدا جدا، ان انا اسمح للي قدامي ان هو يضايقني. بس لما الاقي تكرر من الفعل بطريقه معينه وانا عارف ان ده ضرر، ف هحط حواليا حدود اللي هو لا ضرر ولا ضرار. اعمل ايه؟ اسهل حاجه يعني الشخصيه السامه دي زوج او الزوجه، حلو حاجه بقى مع الزوج والزوجه دي، انا دي شراكه، احنا داخلين شراكه، احنا مش داخلين انا هلبي رغبات سيادتك وانت تلبي، لا انا كفايه وانت كفايه، وداخلين شراكه عشان حسينا ان احنا ممكن نعمل امباير او نعمل مملكه لينا احنا اساسها. فاكيد ده اساس كامل وده اساس كامل، فيطلع مبنى قوي. بس مش اساس ده فيه حاجات معتمده على التاني. تمام، الزوج او الزوجه بيعملوا حاجه فيها جرح او فيها اسلوب مش لطيف او فيها تعامل مش صح، ابسط شيء انت بتعمل ده ليه؟ اذا ما اتكلمتش ووضحت ان انا مش عاجبني الاسلوب، اللي قدامي هيتمادى وهيفتكر ان ده طبيعي وده عادي. فانت عايز تفهم اللي قدامك لازم تتكلم. محدش هيتكلم بنيابه عندك، انا مش هروح اجيب حد يتكلم. ولا تزيد ثقتي في نفسي اكتر؟ يعني انا مش عارفه، هل حته الثقه بالنفس بتفرق كتير؟ يعني فكره ان الزوج او الزوجه يبقوا شخصيه سامه، فهم بيحاولوا يضغطوا على الطرف الثاني بشكل معين، باسلوب ابتزاز عاطفي، بطرق معينه، بيبقى عارف مثلا اللي قدامه بيتضايق من ايه ويدخل له من الجزئيه دي ويضغط عليه ويهاجمه، بيبقى عارف هو دايما قلقان من ايه فيدخل له بالجزئيه دي يحسسه بالذنب وغيره من الامور. هل هنا الثقه بالنفس هي السبب؟ لما انا ببقى زي ما حضرتك قلتي في حاله سلام نفسي، شايفه نفسي كويس، لما هشوف نفسي بالتالي هيبقى عندي ثقه بنفسي، بالتالي اللي قدامي لو شخصيه سامه مش هيقدر يعلم عندي في شيء. صح؟ انا بشرحها للماي كلاينتس في العياده، بقول لهم خلي الريموت كنترول بتاعك معاك. بمعنى الريموت كنترول بندوس على زرار، هنجيب اسماعيل ياسين نقعد نضحك. ادينا دوسنا على زرار نقطه ضعف اللي قدامي، داس على نقطه الضعف ضحكني، داس على نقطه الضعف عيطني، داس على نقطه الضعف نرفزني. فالريموت انا بتاعي مسلمه للي قدامي ليه؟ هاته قول ما تقول، انا مش هتهز، انا مش هتغير. بالظبط، قول ما تقول.